قالت كوريا الشمالية إن 42 شخصاً توفوا في الوقت الذي بدأت فيه البلاد يومها الرابع في ظل إغلاق عام يهدف إلى وقف أول انتشار مؤكد لكوفيد-19 في الدولة الفقيرة. وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت سابق إن تفشي كوفيد-19 تسبب لبلاده في كارثة كبيرة ودعا إلى معركة شاملة للتغلب على الجائحة.